اقول احب الاختصار دائما بكل شيء، احب اجيب الشيء من الاخر. طيب ليش الفيصل اذا الواحد ما اختصر قدامك ممكن تقوم من الجلسه وتخليه يروح؟ لان ممكن خاص من الليله من كثر ما نسمع نفس الكلام، نفس نعيد ونزيد نفس الكلام. اتوقع ما في في الكلام الزايد هذا هدف او شيء فائده نستفيد منها. ليش فيصل ما عنده مجامله في حياته؟ حتى ممكن يزبد اللي قدامه في وجهه، ممكن هو يسولف يتركه ويمشي. ليش تصل بقى؟ انا اعرف فيصل صادق واللي في قلبه على لسانه، لكن ليش كذا بس؟ اخي كذا طبيعي، مشكله حاولت اغير لكن ما قدرت. لا تغير، خليك صادق في حياتك دائما. ما قدرت. لا تجامل على مضات الاخرين. طيب خليك دائما مبسوط. اسمع اقول كلمه مبسوط، ترى مايكك مقفل. اسمع اقول كلمه بعدين. انا اشوف الصراحه ما نفعتني ابدا حياتي. الصراحه ما نفعتني. ما نفعتك ابد. انا اكتشفت لازم الواحد يجامل في حياته كلها. يعني أنت تعترف ان هذا عيب ان شاء الله يتغير مع الزمن؟ انا ما اقول مو بعيب، هو يمكن عيب فطري، اعتبره عيب فطري ويمكن يتغير مع الزمن وان شاء الله ما يتغير. وتعتذر من كل اللي ممكن انهم فهموا غلط؟ لا انا اقول فواز. طيب بس اقول حاجه اخيره من المنصور لو سمحت. تفضل. لان انا ترى بروبالك اليوم ما موجود احنا بس. بقول حاجه اخيره دقيقه. تفضل. اسف فيصل. انا اعتذر عن الجلسه كونك انت تنازلت عن مبدا الصراحه. لا لا ما تنازلت عن مبدا الصراحه ابدا. انا ما تنازلت. دقيقه متى تنازلت يا منصور؟ يا مع احمد لا. ركز انه بيجيك منصور. مشكلتي انا اذا تكلمت كلمه الناس تفهمها غلط وهم يفسرون على كيفهم، هذا عيب. أو هذا اول عيب. عيب فيك ولا في الناس؟ في الناس، مو في الناس، في بعض الناس. يعني مو في بعض الناس. قراءه النوايا. قراءه النوايا بالضبط. اقول كلمه يفسرها على كيفه. احنا نعاني. الشخص يقول كلمه انا افهمها مفهومي اللي انا ادري انها يسيلي، الشخص غير يقول لا هذا ما يسيلك. هو داري انها تسيلي بس يعني فبريك على حسب مصلحته على كيف. طيب وجهه نظرتك. اسمعني اسال فواز سؤال. سؤال كنت تقول في التقرير حقك اللي معروض عن ابو كاتم وهذا، كنت تقول انا صدري شمالي وما ادري ايش كذا. فواز شفناه في اكثر من موقف في البرنامج كان يزبد لبعض الشباب. فين الصدر الشمالي اللي كنت تتكلم عنه في التقرير بدايه البرنامج؟ اذكر الموقف بالضبط. انا واحد منهم جيت اكلمك يوم كذا قلت ركبت بيدي كذا مشيت. الموقف متى حصل؟ وش الموقف؟ قل عادي. حصل. اي حصل. انا والله ما جيت اقول لك شكله نصاب منصور. نصاب. لا لا لا, لا 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 يوم كان موقف. خروج حمد عبد الله المسعود في البرايم. جميل. كان سعلان. جيت عند صدر الشمالي فواز الشمري قلت له يا فواز باقي اتكلم، قال بيدي كذا وما ادري ايه هو مشى وخلاني. كيف تبرر هذا على الشاشه؟ دقيقه، هذا ابدا مو بتزبيد ولا اني ماخذها من مبدا ضيق صدر. لو انها كلمه جت، لو انها شيء موقف صار، هذا اوكي. هذا اللي بقول لك يعني اقول لك موقف صار. صدر الشمالي. اصبر خلني اعلمك السالفه واعلمك التعليق. عبد الاله انا يوم طلع المره الاولى تضايقت. ليه؟ لان هذا خويي من زمان اعرفه واعرف وش اللي بداخله ورجال مبدع. لكن انا ايش دخلني؟ دقيقه خلني اعلمك يا اخي، بعلمك ليش انا ضايق. تفضل. ومبدع وفي عنده كذا شغله بيسويها بالبرنامج. الرجال جاي للبرنامج راعي هدف، وانا صراحه اقدر الناس اللي كذا. انا ما تيجي البرنامج اوكي عش واقعي تستانس انبسط، بس يا اخي فيه اطفال يتابعوننا، في امهات، في الان ما جاوبتني على السؤال. في اصبر بس دقيقه عشان اتكلم بس الان ما جاوبتني. انت سويت موقف واضح لك نهايته. عارف ان عبد الاله ممتاز ومبدع. طيب ومفروض ما انا ماني بجالس اقعد ارفع بعبد الاله. انا بس خليني اوضح الصوره بعلمك ليش انا متضايق وقتها. وفي ناس يتابعوننا والرجل عنده كذا شغله بيسويها. طيب انا لو صلح شغله منها عادي. وقتها يوم طلع انا في خاطري اقول، بعيدا عن اي شخص ممكن يطلع مكانه، انا في خاطري اقول أنا عبد الله كان المفروض أنه يستمر، لأنه ما يستحق أنه يطلع بالمرحلة هذه. وتضايقت لأن في أشغلات كثير ما سواها، وفي شغلات كثير في عبد الله يعني أنا هذا أخوي أعرفه. طب أنا إيش دخلني؟ أوكي، فتضايقت بالموضوع ذا، لكن لو تقارن المرة الأولى بالمرة الثانية، المرة الثانية الحمد لله. طب يوم أنا طلع المرة الثانية وصلح كذا شغلة. فواز سؤالي واضح، أنا ليش دخلني تسوي بيدي كيف تمشي؟ ليه؟ انا في التعابير الداخليه ما احب، بقول لك بامانه اذا جيت اعبر داخليا ما احب احد يتدخل، لانه افهم أنا كلامك أحب جو. في التعابير الداخليه ما انت بشمالي. اما وش دخل شمالي؟ هذه لنفسي. ايش معنى صدر شمالي؟ اذا انا متضايق، اسمع، اذا انا متضايق ما اجي اروح لشخص اقول له مثلا يا اخي انا وكذا وكذا واقعد اسود الدنيا في عيني. احب اعيش الضيق لنفسي. وصلت. عبد الله جوان ايش كنت بتقول؟ اول حاجه بس بعقب على نقطه انه انا كانت باقيه معي الموضوع،
محمود لو في خاطري شيء انا جيت وقلت له اكثر من مره صار فيه موقف جيت تكلمت انا وياه بيننا. هذا نقطه. النقطه الثانيه انا استشهد في الموضوع لسبب انه قريب، فحلو انه قريب للاذهان وحاضر لكم انتم كلكم. مظبوط. طيب فيصل مارس عادته السنويه، تفضل. انسحب من الجلسه فيصل من الجلسه. تسحب كلمه تفضل. لا والله هو عبد الله والله اللي احبه احترمه بس انا احب استرح ما كان اقول كلمتك ثم بننتهي اللقاء كليا. تفضل عبد الله. مو بقاطعك لا قضيت انا خلاص. ما بقاطعك عبد الله خلاص استرح دقيقه. والله اني عندي شغل. استرح استرح عشان في واحد يبغى يشوفك. استرح عندي شغل والله انا عارف. اسمعني. طيب عبد الله اختم. انا قلت انا ختمتها وقلت بس تعليقي على هذا الموقف لانه قريب للاذهان فانا احب استشهد في المواقف القريبه. وليد كنت تقول تشتمي تعطيه الحين. طيب بالنقطه على موضوع محمود الشخصية اللي هي الحدة والمالحدة شو؟ اللي أعطيته 9 من 10 إيه شخصية الحدة هذه فادتني أنا أحيانا موقف مثلا أنا بشاور محمود بشيء محمود من ضمن الأشخاص اللي أشاورهم بالبرنامج على موضوع معين ولا شيء معين. محمود إذا ما له خلق يسفه أوكي؟ ما يعطيني رأي يعجبن يمكن وقتها أزعل بس يعجبن. ليه؟ لأنه ما قعد ويجامل ويعطيني تسليك وانا اتضرر بعدين. لا يقعد يقول وليد ما يخلق اصبر لا تكلمني الحين بالموضوع هذا. فهذه صفه ايجابيه تحبها. هذه ايجابيه ليش؟ لانه لو كانت لو كان يضغط على نفسه ويسمعني كذا راح يعطيني اي راي تسليك. يقول اعطني موضوعك خاص انا افكر بعدين ارد لك ولا اناقشك بعدين. فيصل حبيبي سم كلمتك اللي كنت تبغى تقول هنا. لا انا اقول ما عشان انا يوم قمت يوم قمت قبل شوي مو عشان عبد الله والله لكن انا كان عندي شغل بقرا اذكار المساء بروح اقراها في مسجد الله يجزاه خير. غير ذلك طال عمرك ما احب الواحد يسولف عندي طويل يقعد ساعه يسولف يعني فوق راسي يقعد لا لا بغض النظر والله ما اتمشى يا شباب متبوا احسنوا الظن الله يرحم والديك. بس كنت يا اخي صريع لا قلت صراحتي فهمتوني غلط ايش اسوي بكم؟ لا 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 محمود يمزح. فاسمع فانا يعني عشان كذا ما احب دائما اسمع ترى منزح معك الله يرضى عليك. انا داري انا احب ابو علي اقول كلمه اخيره بس احب دائما اقول اللي عندي وامشي. محمود بعطيك مجال. احب دائما اقول اللي عندي وامشي ما احب استمع مثلا بوجه كلمه لمحمود زي ما قال عنه زياد الشهري امس. اسمع يحب يقول كلامه وطلع على طول. احب لا لا والله بغض النظر انا احب اقول مثلا محمود كلامه اللي ابي اوصله وامشي خذ واعطي يعني يحب ان نسمع له بس ما يسمع طيب. لنا كلمات ختاميه ابو علي اخر لحظه يعطي بس ما يسمع. ان شاء الله تكون بكاتهم حق زد 7